أيها الأحبة، يقول بولس الرسول لأحبائه في كورنثوس: أنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منه، وقد وضع الله في الكنيسة الرسل أولاً والأنبياء ثانياً والمعلمين ثالثاً، ثم المعجزات، ثم مواهب الشفاء والإغاثات وحسن التدبير والتكلم بلغات. هذا ما قاله بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. لكل إنسان أعطيت موهبة وبالتالي دور في المجتمع، وقد أعطي وزنات بحسب مقدرته، البعض وزنة والبعض وزنتين أو ثلاث أو أكثر، وعلى كل إنسان أن يثمر وزنته لينال جزاءه في اليوم الأخير. فإما يكون من خراف اليمين أو من الجداء المفروزين يسارا. نحن في هذا المستشفى جميعنا مؤتمنون على صحة المريض وراحته وعلى محبته وخدمته، كل في حقل اختصاصه. الطبيب يقدم العلاج ويغية الشفاء، الممرض والممرضة يقدمان المحبة من أجل العلاج أيضا، لأن المحبة والرعاية نصف الطريق نحو الشفاء. أما الإداريون والموظفون فبعملهم الدؤوب وسهرهم وأمانتهم، وأشدد على الأمانة لأننا أصبحنا نفتقدها في هذه الأيام. يساهمون في خلق الجو المريح والضروري في بيئة يخشاها المريض ويفضل عدم الدخول إليها. إن هذه الوحدة التي نفتتحها اليوم، وحدة ما قبل الدخول إلى المستشفى، ضرورية لإراحة المريض وطمأنته وتسهيل دخوله إلى هذه البيئة التي قلنا إنه يخشاها. لطالما اشتكى المرضى من طول الانتظار أو تعقيد المعاملات أو غيرها من المضايقات التي يصادفونها قبل دخولهم إلى المستشفى، حين يكونون في حالة مرضية تكفي وحدها لإنهاك أعصابهم. لذا وبغية مساعدة الإنسان المتألم أو المريض الذي يدخل المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية أو طلباً لعلاج يخفف آلامه، شئنا هذه الوحدة لتكون الباب المريح الذي يدخلون منه إلى المستشفى فيطمئنون إلى ما ينتظرهم، لأن المحبة والرعاية والاهتمام والمساعدة التي استقبلوا بها في هذه الوحدة كفيلة بإزالة بعض خوفهم أو ألمهم. ولنتذكر دوما قول الرب يسوع: كلما فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الصغار فبي فعلتم. بارككم الرب الإله وبارك كل من ساهم بإنشاء هذه الوحدة ومن سيساهم في إراحة المريض الذي يقصده. الشكر لمن أعطى من ماله أو من جهده أو من وقته. وهنا أخص بالشكر عائلة عكاوي التي تبنت هذا المشروع عن روح المرحوم الأولى، جدهم، زوجهم ووالدهم. جعل الله من أمثاله الكثير لكي يخدموا ولكي يكون مالهم من أجل خدمة الإنسان إظهاراً للمحبة التي في القلوب. رحمه الله وأعطى العمر الطويل لجميع أفراد عائلته ولأحفاده، وليكون هذا مثالاً لكل منا لنرى أن الإنسان يحتاج إلى أخيه ولأن يكون بجانبه. وهذا ما طلبه الرب يسوع
أن نحب أخانا كنفسنا. آمين.